مساء الخير والبركة أعزائي المشاهدين، لازلنا متواصلين معكم مع برنامج مشوار يوميا في شهر الخير والبركة، وأكيد لازلنا كل يوم نطلق معكم انطلاقة جميلة مع ضيوفنا اللي لهم إنجازات كثيرة. إذا رح نتكلم أكيد عن إنجاز رائع مع رياضي مميز في هذه اللعبة اللي هي لعبة الجمباز، ولكن من بعد ما نطلع معكم هذا الفاصل. ونرجع نتواصل معكم مشاهدينا اكيد مع ضيفي اللي منورني وسعيده بهذا التواجد، الرياضي ولاعب الجمباز جواد الحرز. يا هلا ومرحبا فيك. هلا فيك، انا اسعد اشكركم على المقابله مقدما. يعني الله يسلمك، مبارك عليك الشهر وكل عام انت بخير. عليني وعليك بخير. شلون اجواء رمضان وياك؟ يعني احنا نقول رمضان حلو دائما بجميع طقوسه، سواء كان من زواره، من يمعات، من روحات وردات وغير القرقيعان وغير كثير، يعني من الاشياء اللي الواحد يتمنى بس وجود اكيد او وصول شهر رمضان. طبعا ينعاد على الكل بالخير ان شاء الله. امين يا رب. ان شاء الله. يعني اجواء رمضان معروفه، يعني زوارات، اهل، كل شيء. هو شهر العباده اكيد والطاعه وخفيف على القلب. بدايه راح اطلق معك يمكن في بدايه سؤالي، واعرف بدايه مشوارك من وين ابتدت بالضبط؟ انا مشواري ابتدى من ما بقول من وانا ببطن امي، بقول من اول ما انولدت، لان ابوي كان مدرب المنتخب بالجمباز ومدير الفني بلعبه الجمباز، فانا كملت يمكن تقدرين تقولين انها وراثه السالفه. ممتاز. من اللي اكتشف فيك الموهبه؟ هل خلينا نقول مثلا في بعض الاهالي ياخذون عيالهم يودونهم نوادي يشوف هو ميوله وين، انت حسيت نفسك انك تحب هاللعبه هذه راح تقدر تبدع فيها؟ شوفي انا بدايتي كانت بالغصب، يعني انا ابوي مجبور لا دششني كره قدم يوم، يعني كل واحد وهو صغير يبي كره قدم يبي كره يد، يعني ما حد يفكر بلعبه الجمباز كلش. فيوم خذاني لعبه الجمباز لعبني يوم كره قدم، يوم تنس ارضي، يوم كره يد، وتلني من اذوني يابني لعبه الجمباز على طول. ممتاز. ليه ما انت حبيتها هني؟ طبعا الواحد يقتدي بوالده كونه ما شاء الله لا خبره. بس انا اول شيء كنت اكره اللعبه، بس بعدين انا اشكره انه دخلني هاللعبه على الانجازات اللي حققتها. يعني الحمد لله، عين وجه له تحيه. هو اكيد كان حاس وعارف انك انت راح تصير لاعب محترف، راح ترفع اكيد راسه وراسنا كلنا كونك اكيد رفعت اسم الكويت، ديرتنا الكويت في جميع المحافل، سواء كانت العاب محليه او بطولات محليه او حتى خارجيه. انزين، في كذا جهاز عندكم هنا او كذا لعبه تلعبون فيها، يعني بلعبه الجمباز او بعض الفئات، وين لقيت نفسك من بنت هالفئات هذه؟ في هني طريقتين حق لعبة الجمباز. يعني الحين يعني قبل كان الكل يلعب 6 أجهزة، مجموع 6 أجهزة هو اللي يكون لاعب المميز، بس الحين يعني عادي تحصلي لك لاعب واحد يلعب جهاز واحد ويحصل له ميدالية أولمبية، عادي تطلع بطل عالم بس على جهاز واحد. يعني لعبة الجمباز تغيرت عن قبل. ممتاز. أنا بالنسبة لي أنا وأنا صغير يعني كنت ألعب 6 أجهزة، بعدين على طيحاتي اللي طحتها بلعبة الجمباز تعقدت من كذا جهاز، حاشتني إصابات وايد، فما قمت ألعب إلا 3 أجهزة، ويسموني بلعبة الجمباز الجوكر. الجوكر، هذا بالضبط اللي كنا نسولف فيه انا وياك لما سالتك، قلت لي انا الجوكر هني بالجمباز بلعبه الجمباز، وللاسف انه في بعض بالفعل الاجهزه اللي تعرضت فيها لبعض الاصابات خلت، يعني ومع هالشيء هذا ان الحمد لله ما خلتك انك انت توقف هاللعبه هذه، لا استمريت. يعني في البعض من تحوشه اصابه لا ها هونت خلاص ما ابي استمر، لان اللعبه بدمي، يعني متربي بصاله الجمباز، فانا اذا قطعت، يعني انا حاشتني اصابه سنه 2012، يعني الدكاترة قالوا لي مستحيل تقدر ترد تلعب مرة ثانية. اي. فولله الحمد يعني بعد ما عالجت، يعني عندك دكاترة بريطانيين يو الكويت، دكاترة نادي تشيلسي. فعالجت عندهم ورديت العب مرة ثانية. ممتاز، خصوصا انك تشلساوي بعد، يعني حد متعصب متعصب. ممتاز، هذا يعني هذه روح الرياضية الحلوة، ان الواحد ما يوقف سواء كانت اي لعبة، احنا ما نتكلم بس لعبة الجمباز، لا يستمر ويثابر ويتحدى نفسه. وطبعا جواد قال لو رحت ورديت الا الجمباز ما راح استغنى عنه. شنو قصة هالحب هذه؟ خلينا نقول قصة الولع بينك وبين لعبة الجمباز. اول شيء كنت اكره لعبة الجمباز، يعني ما بقول انه انا والله صغير متعلق باللعبة، ما في احد متعلق باللعبة، كان يعني كل واحد كان وده يروح ينحاش من النادي يلعب كرة قدم. أنا انحشت من الصالة أو سباحة بعد، يعني أنا انحشت من الصالة كذا مرة، وأبوي صادني برا وأنا منحاش،
انا رايح اجاب كرة قدم فيردني الصالة مرة ثانية عشان اتمرن. بس وانا بمرحلة العمر وانا يعني قاعد اكبر بديت اعرف ان انا لعبتي الجمباز هي حياتي، يعني صارت هي حياتي اكثر من اي شيء ثاني. يعني اشوف يمكن اشوف صالة الجمباز اكثر ما اشوف بيتنا. ممتاز، يعني هذا بالعكس هذا شيء حلو اذا الواحد يحب رياضته ولعبته. كونك انت يعني ما شاء الله بديت مشوارك خلينا نقول حبه حبه تدرجت لما وصلت للاحتراف. احنا بشهر رمضان واكيد في بعض التمارين الخاصه اللي تكون فيها وبعض الماكولات اللي دائما انت اكيد تحافظ عليها خصوصا مع بدايه رمضان. من يحافظ على اكل؟ من يحافظ؟ هذا راح نتكلم عن هالموضوع هذا من بعد هالفاصل. ونرجع نتواصل معكم مشاهدينا وبنعرف سالفة جواد وطباخ أمي. شو الموضوع طباخ أمي برمضان؟ تقول أنا ما أمسك نفسي يعني برمضان. مو بس برمضان، برمضان وغير رمضان يعني. ماكو دايت يعني؟ لا شوفي أنا كله أقول إني ماسك دايت بس عمري ما مسك دايت إلا شهر واحد. انقص علينا. إيه هذا هو. حلو، يعني خلينا نقول ماكو دايت معين. لا قاعد تاكل أكل بس معتدل بأكلك. منو معتدل؟ اقول لك يعني فاتحها. ايوه بحري. بحري اوكي. يعني انت تقول انا ما اقدر اقاوم ما شاء الله يعني اكل الوالده عسى الله يحفظها ويطول بعمرها، ونوجه لها بعد تحيه من خلال برنامج مشوار. فخلينا نقول يعني الاكل عندك اوبن، بس شلون تقدر تحافظ على لياقتك البدنيه خصوصا انك قاعد تلعب؟ يعني يوميا في تمارين معينه تتبعها؟ بالتمرين. تمريني انا متواصل، يعني انا يمكن من اللاعبين اللي ما اقطع تمرين، اذا رديت ارد يعني كذا اصابه حاشتني من بعد ما ارد يعني ارد على مستواي نفسه. بس دائما تلقيني بصاله التمرين يعني. حلو. يعني اذا الحزه انا دوامي شفتات فياثر علي وايد بهالسالفه، بس انه الحمد لله مستمر بالتمرين ساعتي قبل الفطور ساعات بعد الفطور. ممتاز، يعني في تنسيق بينك وبين وقتك ودوامك وشغلك والزواره بعد لازم برمضان يعني. الزوارات اهم شيء. الزوارات والقرقعان، ويعني الواحد دائما يزاول حتى العباده في شهر رمضان خصوصا الواحد ينتهز هذه الفرصه. فبرافو عليك، احييك على هالتماسك هذا وعلى هالروح وعلى ما شاء الله الجهد اللي انت تبذله في انك تنجز اكيد في هذه اللعبه المميزه. اكيد كانت لك بصمه جميله في لعبه الجمباز سواء كانت مثلا بطولات داخليه او خارجيه، فخلنا نتكلم عن هذه البطولات اللي انت شاركت فيها. شوفي انا ما ابي اقول لك عن الانجازات المحليه، بكلمك عن الانجازات الخارجيه. اي 10 ذهبيات على الخليج، 11 فضيه، 8 برونزيات، ذهبيه عرب وفضي، ذهبيتين عرب وفضيه، 3 فضيات عرب وبرونزيه عرب، ذهبيه غرب اسيا وبرونزيه غرب اسيا، لا اله الا الله، ذهبيه بطوله العالم اللي صارت بهنغاريا 2012 بطوله جراند بوكس، المصنف 59 على العالم سنه 2009 وسنه 2011 كنت كان سنه 2012 كنت المصنف 49. ان شاء الله عليك، يعني انت كذي صدمتنا لا اله الا الله، ما انا بنحزك على هالميداليات اللي ما اخذها يعني، وبقعد عددهم ما شاء الله يعني، بس انت عددتهم. لا وفي لا بعد قاعد احاول اتذكر اللي حافظهم يعني. عسى الله يوفقك يا رب ان شاء الله على هذه المشاركات ودائما نشوفك في اعلى القمم. شنو الطبق المفضل برمضان اللي تحب دائما يكون موجود على السفره او على الفطور؟ شوف هو الطبق الاساسي راح يكون التشريب يعني، بس الاطباق اللي بتكمل العيوش المتشابيس لابد منها، والحلو اكيد. لا الحلو هذا لازم نقطع شوي في رمضان، بس ما راح يقصرون يعني. ممتاز، عليك بالف عافيه ويعطيك العافيه يعني على هال ما شاء الله المثابره وهالثقه وهال يعني المجهود اللي قاعد تبذله في انجاز جميل اكيد رفعت فيه اسم ديرتنا للكويت. شنو حاب توجه كلمه خصوصا للاطفال اللي دائما نشوفهم ببيوتنا؟ يعني للامانه دائما يسوون اللي هي لعبه الجمباز، وساعات احنا نزفهم لا تلعب لا كذي راح تعور نفسك عليهم او ازعاج. انا عن نفسي ولدي يعني صراحه اشوفه دائما بالبيت وازفه 24 ساعه، فشنو تنصحني؟ يبيني يقول لي انا احب الجمباز. لا بس شوفي اذا تخافين علي وايد وتحاتينه وايد. لا انا يعني احاتي وبعد ازعاج. لا خليك من الازعاج، هو هني يطلع طاقته، بس اذا تخافين علي وايد ما انصحك بلعبه الجمباز. اي لانه يعني فيها شوي بعض الخطوره. فيها خطوره، هي يمكن من اخطر الالعاب، هي من اخطر الرياضات يعني. يعني اصاباتها وايد، ويعني كل وقتك بتكونين بالهواء.
فساعات انه ما تكونين مركزه او اي شيء يعني انت بالهواء ضيعتي مره واحده يعني ممكن تكون فيها اصابه خطيره. وشلون قدرت تتعدى هالاصابات وهالمصاعب؟ لو اسولف لك عن اصاباتي ما راح نخلص. الله يعين الوالده والوالد بعد. لا الوالده المسكينه الوالد عادي عنده الوالد عادي عنده لانه متعود كان يلعب من قبل، بس الوالده الله يعينها يعني قلب الامر هي. فاكيد ما ابي اسولف لك عن سالفتها ببطوله الخليج بس اي اكيد كانت يعني شوي في نوع من انا كانت ايدي مكسوره قبل البطوله وكانت وارمه، فهي قالت لي لا تلعب البطوله بس انا عنودي رحت وجازفت ولعبت. هم الدكتور قال لي لا تلعب، رحت ولعبت البطوله. بعد البطوله جبست ايدي وريلي اي، بس الحمد لله بالاخير يعني كانت في نتيجه ايجابيه جميله وكان في اكيد يعني نتائج وثمار جميله لهذه البطوله. يعطيك الف عافيه جواد على وجودك ويانا وعلى هذه الكلمات الطيبه، وعسى الله يوفقك يا رب ان شاء الله. اجمعين يا رب. واشكركم على الاستضافه الحلوه. العفو، كل الشكر لك. اذا وصلنا معاكم مشاهدينا للقفال، وقفالها مسك اكيد معاكم في شهر الخير. اذا انتظرونا باكر بنفس الوقت مع برنامج مشوار. نشوفكم على خير، مع السلامه.